تسابق محموم نحو حسم المعركة الساحلية لمحافظة تعز بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح لبعدها الاستراتيجي المطل على باب المندب. المعارك في تلك المناطق تسير في مراحل مختلفة، تشد وقتا وتهدأ وقتا آخر نتيجة العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد عامة. تنتشر قوات الجيش في هذه المناطق في مهمة الاستعداد لخوض المعركة التي قد تكون هي الأخيرة بالنسبة للميليشيا التي حاولت أن تعزز تواجدها بغية استمرار معاركها هناك رغم تلقيها هزائم عدة خلال الأشهر القليلة الماضية. في جبهة ذباب شدت المواجهات مؤخرا بين قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أسفر عنها سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين. المعلومات الواردة من الميدان تقول إن قوات الجيش والمقاومة تقدمت في منطقة كهبوب بجبهة ذباب بعد معارك عنيفة في حين حاولت الميليشيا استعادة مناطق خسرتها في المعارك الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه ترتيبات عسكرية واسعة للجيش والمقاومة لتطهير الجبهة الغربية لمحافظة تعز بشكل كلي من جهة وتضييق الخناق على الميليشيا في محافظة الحديدة من جهة أخرى. ويبقى الساحل الغربي لمدينة تعز رهن إشارة المعركة الفاصلة التي لم يضع لها توقيت زمني محدد لإعلانها خالية من الميليشيا.